بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الـ Heat Capacities والـ Specific Heat. قسنا الـ Specific Heat بطريقتين at constant volume و at constant pressure. فاداني Specific Heat at constant volume اللي هو كان عبارة عن change في الـ internal energy مع الـ change في الـ temperature، والـ Specific Heat اللي هي كانت عند constant pressure ممكن حسابها من التشينج للانثالبي على التشينج في التمبريتشر. ووصلنا ان التو سبيسيفيك هيتس دولت اللي هم ات كونستنت فوليوم وات كونستنت بريشر يعتبروا ثيرموداينامك بروبرتيز، مش هيعتمدوا على الباس، فاقدر استخدمهم لاي ايه بروسيس. وقلنا ان التو سبيسيفيك هيتس دولت اللي هم ات كونستنت بريشر وات كونستنت فوليوم بيكونوا فانكشن في الايه التمبريتشر، يعني هتكون اكويشن في التمبريتشر. فاحنا في المحاضره دي ان شاء الله هنتكلم عن السبيسيفيك هيتس اللي هم كونستانت فوليوم وكونستانت بريشر للايديال جاز، وبعد كده هنتكلم من الليكويد والسوليد ايه مع بعض. طيب احنا قلنا السبيسيفيك هيت ات كونستانت فوليوم عباره عن التشنج في الانترنال انرجي مع الايه التمبريتشر، والسبيسيفيك هيت ات كونستانت بريشر عباره عن التشنج في الانثالبي مع التمبريتشر. طيب خلينا نشوف هنا على سبيل المثال في الانترنال انرجي ونشوف التغيير في الانترنال انرجي. هي الانترنال انرجي هتعتمد على ايه وعلى ايه، فانكشن في ايه وفانكشن في ايه. طبعا من كلامنا في المحاضرات السابقه ان اي ثيرموداينامك بروبرتيز اقدر اعينها او بتكون فانكشن في تو بروبرتيز اندبندنت وانتنسيف. فالانترنال انرجي هتعتمد على البريشر تمبريتشر وعندي الفوليوم برضو. فخلينا نشوف هنا هل هي فعلا بتعتمد اعتماد كبير significant على البريشر على التمبريتشر ولا على الفوليوم. في عالم اسمه جول عمل experimental، وده الاسكيماتيك دايجرام او السيت اب او الابريتس بتاعته. عندي هنا تانك في اير ات هاي بريشر، وفي هنا فالف، وعندي تانك تاني ايفاكويتد ما فيهوش اي اير فاكيوم، وعندي هنا حاطط هنا ووتر باس، وفي هنا ثرمومتر علشان يقيس التغيير في التمبريتشر. لو حصل تغيير في التمبريتشر في السيستم اللي هو الاير، لو هو ابسورب تمبريتشر يبقى الووتر التمبريتشر بتاع الووتر دي هتقل، لو هو ريليز هيت يبقى التمبريتشر هترفع درجه حراره الميه، فبالتالي الثرمومتر قرايته ايه هتزيد. طيب ايه هي التجربه؟ التجربه ان هو فتح الفالف، وبعد ما فتح الفالف طبعا ايه الاير حصل له فلو وراح في التانك الثاني. معنى الكلام ده لما فتحت الفالف اصبح الفوليوم عندي اتغير، ده كان الفوليوم الاولاني اللي هو ده بس، لكن دلوقتي انا اصبح الفوليوم هنا ايه 2 تانك، والبريشر برضو اتغير. البريشر طبعا المفروض ان هو هيقل لان انا فتحت الفالف، هنا كان في كومبريس، يبقى انا كده عندي البريشر اتغير، عندي الفوليوم اتغير، وسبت السيستم لغايه ما يوصل للايكوليبريم. وانا بعمل مونيتورنج بتابع قرايه الثرمومتر، ما لقيتش اي تغيير في التمبريتشر، مع ان البريشر اتغير مع ان الفوليوم اتغير، لكن ما حصلش تغيير في الايه قرايه الثرمومتر، ما حصلش تغيير في التمبريتشر. طالما ما حصلش تغيير في التمبريتشر يبقى عندي هنا نو هيت واز ترانسفيرد للاير او طلع من الايه الاير لما فتحت الفالف. طيب انا ما عنديش هنا ورك دان في السيستم لما فتحت الفالف، انا عندي هنا فاكيوم، ما عنديش السيستم مش هيبذل اي شغل هنا، عندي فاكيوم، فبالتالي انا ما عنديش في السيستم ده ورك. لما ما يكون ما عنديش ورك يبقى التغيير في الانترنال انرجي هيساوي الهيت ترانسفير. ما انا عندي تغيير في الانرجي بتاع السيستم بتاعي بيساوي الهيت ترانسفير ماينس الورك. طب انا ما عنديش ورك، يبقى التغيير في الانترنال انرجي هيساوي الهيت ترانسفير. طب الهيت ترانسفير انا ما عنديش ترانسفير حصل لان درايت ايريت الثرمومتر كان ثابت، ده معناه ان التغيير في الانترنال انرجي، طبعا هو تغيير في التوتال انرجي، بس احنا دلوقتي بنقول انا بعمل كانسل للكاينتيك والبوتنشال انرجي، فبالتالي الدلتا اي هتساوي الدلتا يو زي ما عارفين، طبعا الكلام ده احنا عارفين. فالتغيير في الانترنال انرجي يعتبر كده ما اتغيرش، مع ان انا زودت الفوليوم وقللت البريشر، مع ان انا غيرت الفوليوم وغيرت البريشر ما حصلش هيت ترانسفير، ما حصلش تقريبا تشينج في الانترنال انرجي. الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده بوضوح معناه ان الانترنال انرجي ليست فانكشن في البريشر ولا السبيسيفيك فوليوم، مش هتعتمد اعتماد ملحوظ على البريشر ولا الفوليوم، لان انا هنا غيرت البريشر وغيرت الفوليوم وما حصلش هيت ترانسفير، فبالتالي ما حصلليش تشينج في الانترنال انرجي، يبقى ناقص ان هي هتعتمد على التمبريتشر
وهنشوف ان هي فعلا بتعتمد على temperature only and not a function of a pressure or a specific volume. طبعا الكلام ده خاص بالideal gases. احنا دلوقتي بنتكلم عن specific heat للideal gases، وهو هنا جرب gases اللي هي تعتبر ideal. لكن لما حط مثلا gases deviate much عن الideality بتاع الجاز، لاحظ ان فيه transfer، فبالتالي هتعتمد على الفوليوم والايه والبريشر. لكن في الايديال جاز الانترنال انرجي از ا فانكشن اوف تمبريتشر، وهنشوف ازاي من الثيرموداينامك تيبلز. لكن من التجربه دي عرفنا ان هي نوت ا فانكشن اوف ا بريشر اور سبيسيفيك فوليوم في الريال جاز، لان الكلام ده مش ايه زي ما قلت الانترنال انرجي از نوت ا فانكشن اوف تمبريتشر الون، كان بي فانكشن في الفوليوم والايه والبريشر. عشان نوضح فعلا ان الانترنال انرجي ما بتعتمدش على البريشر على سبيل المثال، وتعتمد على التمبريتشر اكتر، نبص للثيرموداينامك تيبلز. وانا عندي هنا السوبر هيتد فيبر ووتر، احنا قلنا ان superheated water vapor طبعا هو قريب للideal gas تحت الكونديشن دي، فهنبص للinternal energy. فطبعا في superheated vapor water بيبقى عندي التابلز اللي هو التابل P13 متقسم عبارة عن ادي بريشر 10 50 100 200 300 400 ده كبالته 500 600 800 و1000، وعند كل بريشر بيبقى عندي ايه different temperature. خلينا نشوف at temperature اللي هي 200 عندي هنا الانترنال انرجي 2661 طبعا وكسور، ده عند بريشر 10 كيلو باسكال. عند 50 2659 يعني فرق بتاع 2 فرق يعتبر nothing. عند بريشر 100 2658 ما زال قريب فرق 3 ارقام. عند 200 2654 ده هاير بريشر، يعني انا بزود كده البريشر والانترنال انرجي ما بتتغيرش، انا الكلام ده عندي نفس التمبريتشر، فانا مثبت التمبريتشر. فملاحظ انا كل ما زود البريشر الانترنال انرجي تقريبا ايه ما بتتغيرش. عندي هنا بريشر 300 2650 2640 عند 400، عند درجه حراره 200 عند 500 2642 2680 30. نشوف مثلا عند هاي بريشر 1000 مثلا 2621 الفرق ما بين وبين 10 باسكال حوالي 40، برضو الفرق ده ما اعتبرش فرق كبير حوالينا البرسنتج. فده عند فيكس تمبريتشر شفنا الانترنال انرجي ما بتغير كتير مع الايه مع البريشر، فبعتبرها ان هي مش فانكشن في البريشر. لو شفنا بقى الفرق بقى في التمبريتشر، ادي هنا مثلا عند البريشر ده عند 200 كانت الانترنال انرجي 2661، عند 700 ديجري سيليزيوس 3479، عند 1200 ديجري سيليزيوس 4467، يعني بيزيد 1000 اهو. يبقى الانترنال انرجي فانكشن في التمبريتشر، بيزيد لما بزود التمبريتشر لكن ما بتتاثرش بالايه البريشر. نفس الكلام لو بصينا عند تمبريتشر 700 وشفنا الديفرنت بريشر، خلينا نشوف المثال هنا عند 1200 درجة والتمبريتشر 10 كيلو باسكال كان 4467، و1200 هنا 4466 عند 600 كيلو باسكال، يعني مفيش تقريبا فرق، ده الفرق هنا مثلا 3. يبقى نطلع من هنا ان الانترنال انرجي يعتبر فانكشن في التمبريتشر فقط وليس فانكشن في البريشر ولا الفوليوم زي ما شفنا في الاكسبيرمنتال بتاع ايه جول. مثلا السامري هو اللي احنا طبعا تتبعناه، فاحنا هنا مثلا في السوبر هيتد فيبر ستيم ادي التمبريتشر 200 700 1200، خدنا هنا البريشر مختلف 10 100 500 ادي 1000. عند فيكس التمبريتشر هلاقي ان الايه الانترنال انرجي اهي 2661 58 42 21، يبقى عند التمبريتشر دي من دي حوالي 40. لو بصينا عند 700 3479 79 77 75، يعني عند تمبريتشر اعلى مع اختلاف البريشر نفس تقريبا القيمه، فرق بس 2. لكن لما نزلت هنا لتحت داخله ايه من 2661 3479، الفرق كبير مع الايه تمبريتشر. كل ما انزل بالتمبريتشر كده فرق كبير. بعد كده 4467 ادي هنا 4000 عند هاي بريشر 465 حوالي مثلا 3، يبقى ده يؤكد لي طبعا ايه ان هي فانكشن في التمبريتشر بس. الانرجي بتتغير سيجنيفيكانتلي بالتمبريتشر لكن انسيجنيفيكانت وليست فانكشن في الايه البريشر. يبقى ان جنرال لاي سبستانس الانترنال انرجي ديبند اون ذا تو اندبندنت بروبرتيز اللي اقدر بيهم اقدر اعرف بيها
تو بروبرتيز اللي هم اندبندنت انتنسيف، اقدر اعرف الانرجي لاي سبستانس. لكن عندي هنا في الايديال جاز اللي هو في اللو دنسيتي جاز، اليو ديبندس اللي هو الانرجي primarily on temperature and much less on the second properties اللي هي pressure or specific volume. فبالتالي انا اقدر احدد الستيت بتاع البريشر بالايه التمبريتشر بس، كان في الايديال جاز الانترنال انرجي تعتبر فانكشن بروبرتي واحده بس اللي هي التمبريتشر. يبقى انا من التمبريتشر اقدر اعرف الاذر بروبرتيز للجاز. فمثلا هنا انا عندي هنا تيبل A 7.1 الايديال جاز بروبرتيز اوف اير، عندي هنا فانكشن بس في تمبريتشر، من التمبريتشر اللي مثلا 200 اقدر اعرف الانترنال انرجي واقدر اعرف الانثالبي واقدر اعرف الاذر بروبرتي خاصه بالانتروبي. نفس الكلام لبرضه الانثالبي، فالانثالبي برضه مش هتعتمد اعتماد على البريشر والفاليوم، هتعتمد برضه على التمبريتشر. ده بالنسبه للايديال. يعني لو رجعنا للتيبلز دي هنلاقي مثلا ده الانصالبي هنا 2879، هنا تبقى 2827، برضو نفس الفرق. هنا مثلا هنا ادي 2879 2877 ادي قريبه، ادي هنا 2870 2860، برضو نفس الكلام هينطبق على الانصالبي. عندي هنا بي في دايجرام لان ايديال جاز، وزي ما قلنا احنا دلوقتي شغالين في ان ايديال جاز سبيسيفيك هيتس فور ايديال جاز. ده اللاين ده يعتبر كونستانت تمبريتشر، وطالما انا بقول كونستانت تمبريتشر هبقى برضو عندي كونستانت انترنال انرجي وكونستانت انصالبي، لان الانترنال انرجي والانصالبي بيعتبروا فانكشن اونلي في التمبريتشر. عندي هنا ستيت 1 وهرفع التمبريتشر بتاع ستيت 1 لهصل للستيت دي عن طريق بروسيس كونستانت فوليوم زي ما احنا شايفين، ونفس الكلام هرفع الستيت 1 للستيت دي لنفس التمبريتشر بتاع الستيت اللي قبلها، بس هنا البروسيس هتكون لينير زي ما احنا شايفين، اللي هي تبقى البي هيساوي A بلس P في الفي. طبعا الA الانترسبت مع البي اللي هو البريشر، والبي اللي هو الكونستانت ده اللي هو السلوب بتاع الايه بتاع اللينير ايكويشن. طيب البروسيس الثالثه ان انا هرفع التمبريتشر من ستيت 1 للستيت دي ات كونستانت ايه البريشر. يبقى انا عندي 3 ديفرنت ستيتس، يبقى انا كده رفعت الستيت 1 التمبريتشر بتاعتها لثلاثه ديفرنت ستيتس. طبعا ستيت دي ات بريشر وسبيسيفيك فوليوم معينين، عندي الستيت دي برضه هيبقى عندي ديفرنت بريشر وديفرنت سبيسيفيك فوليوم، والستيت الثالثه برضه ديفرنت بريشر وديفرنت سبيسيفيك ايه فوليوم، لكن الثلاثه كونستانت ايه تمبريتشر. واحنا قلنا ان التشنج في الانثالبي او التشنج في الانترنال انرجي بيعتمد على التمبريتشر، وانا عندي الثلاثه التمبريتشر بتاعتهم واحده، يبقى التشنج في الانترنال انرجي او الانثالبي من ستيت 1 تو 2 هيساوي التشنج في الانترنال انرجي او انثالبي فروم 1 تو تي 2 داش، هيساوي ايضا برضو التشنج في الانترنال انرجي او التشنج في الانثالبي للستيت الثالثه، لان التلاتة عند اللاين ده constant temperature وفي نفس الوقت برضو هيبقى constant internal energy و constant enthalpy زي ما قلنا انه لان properties دولت بيعتمدوا على temperature only. طيب هنا هنشوف بقى الequation بتاع specific heats للideal gas، سواء كانت specific heat at constant volume او بعد كده specific heat at constant pressure. انا عندي هنا in general U اللي هي السبيسيفيك انترنال انرجي بتاعت فانكشن في تمبريتشر وبريشر او فانكشن في تمبريتشر والسبيسيفيك فوليوم، لكن زي ما قلنا من شويه انها فور ايديال جاز اليو فانكشن اونلي في تمبريتشر. يبقى نبص ازاي نعيد صياغه الايكويشن بتاع السبيسيفيك هيت. يبقى عندي هنا السبيسيفيك هيت ات كونستانت فوليوم هيساوي طبعا زي ما اخذنا المحاضره اللي فاتت البارشال يو على بارشال تي ات كونستانت فوليوم، واحنا قلنا ان التشنج في السبيسيفيك انترنال انرجي بيعتمد بس على التمبريتشر. يبقى اقدر اشيل الايه الفوليوم ده اللي هو الكونستانت واكتب بس الدي يو على الدي تي. يبقى انا كده بعد كده اقدر احسب الدي يو
هتبقى ديو هساوي سي في في الدي تي. وطبعا الكويشن دي احنا كتبناها كده في المحاضرة اللي فاتت وشلنا كده السبيسيفيك فوليوم بس ما قلناش احنا شلناه ليه. انا كنت بس في المحاضرة اللي فاتت كنا بنبين ان انا اقدر استخدم السبيسيفيك هيت في معرفة الانترنال انرجي. فده احنا هنا عرفنا فور ايديال جاز وهنشوف بعد كده لليكويد والسوليد ان specific internal energy function بس في temperature فأقدر أشيل specific volume. طيب ده specific internal energy، لكن لو internal energy عايز أحسبه يبقى هضرب هنا في الماس، يبقى أنا كده عندي change في internal energy. طيب عشان أحسب قيمة change في internal energy أو specific internal energy أعمل إيه؟ بعمل integration للمعادلة دي. وطبعا في المحاضرة اللي فاتت قلنا ان CV او CP بتبقى function في temperature، فالاصح ان انا بكتب هنا بين قوسين temperature، لكن احنا طبعا عارفين الكلام ده. يبقى قيمة change في specific internal energy اللي هي الـ U2 minus الـ U1 هيساوي الـ integration من T1 to T2 CV DT. ولو عايز احسب change في internal energy وليس specific internal energy يبقى هضرب CV هنا في الماس اللي هي الاكويشن دي، وطبعا الماس constant فيطلع بره الايه الانتجريشن هيكون بالشكل ده. برضو انا كده لسه ما حللتش الانتجريشن، فعشان احل الانتجريشن لازم اعرف السي في. طبعا احنا قلنا فانكشن في تمبريتشر لان هنا هتبقى دي تي، لازم اعرف الايكويشن بتاع السي في دي اي، الايكويشن اللي هي تبقى انكلود الايه التمبريتشر. غالبا بتكون الايكويشن بتبقى بولينوميال ايكويشنز، ممكن للفورس اوردر او ثيرد اوردر على حسب السبستانس. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن التشنج في السبيسيفيك انترنال انرجي، نفس الكلام بالنسبه للتشنج في السبيسيفيك انثالبي. طبعا السبيسيفيك انثالبي برضه هتبقى هي in general function of temperature او pressure او temperature او specific volume، but for ideal gas زي ما قلنا ان هي هتكون function في temperature only. يبقى هنعمل نفس الكلام، السي في طبعا هتساوي partial h على t at constant pressure، السي في constant volume. طيب انا عندي هنا ان الانثالبي function بس في temperature وليس في pressure، يبقى اقدر اشيل برضو pressure واكتب الدي اتش على الدي تي، ومن هنا برضو نفس الكلام يبقى الدي اتش هيساوي سي بي دي تي. طب ده specific انثالبي، بالنسبة للانثالبي نفسها يبقى اضرب هنا في الماس. علشان اوجد التشنج في الانثالبي طبعا الدلتا اتش هيساوي اتش 2 minus اتش 1 integration، هعمل integration للإكويشن دي from t1 to t2 CP DT. نفس الكلام بالنسبة للدي اتش اللي هي الانثالبي وليس السبيسيفيك انثالبي، يبقى عندي هنا الايه الماس. يبقى دلوقتي علشان اصل للحل النهائي بتاع التشنج في السبيسيفيك انترنال انرجي او السبيسيفيك انثالبي لازم اجد العلاقة بتاع السي في او سي بي اللي هي علاقة في الايه التمبريتشر او المعادلة. فعلى سبيل المثال هنشوف دلوقتي السي بي والعلاقة ازاي المعادلة تكون ازاي. عندي هنا في التابل A2 ده في التكست بوك التاني، عندي هنا الـ ideal gas specific heat اللي هو الـ CP، لكن الـ CP هنا بـ المولر سبيسيفيك هيت ات كونستنت بريشر. عندي هنا ديفرنت جازز ايديال، الايكويشن بتكون بالشكل ده، هو حط هنا زي ما قلنا الايكويشن بالمولر سبيسيفيك هيت هساوي الـ A plus BT plus C T square plus D T cubic. طبعا الـ equation دي بسميها polynomial اللي هي الأسية دي، لغاية الـ power هنا 3. بقول ان الـ order هنا الـ order بتاع الـ equation يعتبر third order، لو هنا plus مثلا الـ E T 4 يبقى ده order 4 polynomial equation. بيبقى عندي الـ A والـ B والـ C والـ D دي constant، تكون معلومة لكل جهاز. يبقى عندنا في النيتروجين عندي قيم للـ E والـ B والـ C والـ D، في الأكسجين عندي برضو قيم للـ A للـ E والـ B والـ C والـ T، وطبعا التمبريتشر دي هتبقى التمبريتشر بتاع الايه البروبلم اللي انت عايز تجد التشنج في الانثالبي او الانترنال انرجي. طيب احنا عندي ادي الايكويشن، احنا دلوقتي عايزين نعمل انتجريشن للسي بي، اشيلها واحط الايه السي بي دي اللي هي المعادله اللي هي فانكشن في التمبريتشر. لكن انا عندي هنا مشكله بسيطه ان السي بي هنا الايكويشن مولر لكن دي عاديه. طبعا انا عندي هنا العلاقه موجوده، السي بي هتساوي المولر سبيسيفيك هيت على مولر ماس بتاع الجاز او السبستانس، يبقى هشيل السي بي واحط السي بي مولر على المولر ماس. طبعا المولر ماس يعتبر كونستانت هطلعه بره الانتجريشن، هيبقى عندي هنا الانتجريشن للسي بي بار اللي هي المولر، هشيل السي بي
واحط الايه الايكويشن، يبقى كل اللي انا اعمله دلوقتي ان انا اعمل الانتجريشن للايكويشن دي. وطبعا الانتجريشن بتاع الايكويشن دي يعتبر سهل مش صعب. الاول هطلع الام اخليها بره مع هضرب في الام، طلع يبقى هنا الام التشنج في الانثالبي هساوي الانتجريشن بتاع الاي بالنسبه للدي تي هيبقى اي تي بلس بالنسبه للانتجريشن للبي تي طبعا هيبقى بي على 2 التي دي هتبقى سكوير، وبلس عندي هنا الانتجريشن بتاع الترم ده هيبقى سي على 3 تي اللي هو بقى 2 ماينس 1 يبقى 3، هنا بلس الدي على 4 تي اللي هي 3 ماينس 1 4. طبعا اكيد عارفين الانتجريشن ده، الانتجريشن ده يعتبر سمبل. بعد كده هنحتاج نفك الانتجريشن، هنعوض عن التي بالتمبريتشر بتاع التو ستيت، يبقى اشيل التي دي واحط التي 2 ماينس تي 1، هشيل برضو التي دي يبقى التي 2 ماينس تي 1 الكل سكوير. يبقى دي الايكويشن اهي، ادي مولر ماس في التشنج في السبيسيفيك فوليوم، هشيل بقى التي واحط الايه التمبرتشر بتاع التو ستيتس بتاعتي بتاع البروبلم. طبعا هيبقى عندي هنا في الايكويشن دي الاي والبي والسي والدي، هجيبهم من التيبلز للجاز اللي هو في البروبلم اللي انا شغال عليها، والتي 2 هتبقى التمبرتشر بتاع ستيت 2 والتي 1 التمبريتشر بتاع ستيت A 1. طبعا اللي عندي هنا المولر ماس في السبيسيفيك انثالبي دي هيحولها لي للمولر سبيسيفيك انثالبي على حسب هو عايز ايه في البروبلم. زي ما قلنا يبقى ايكاد التشنج في السبيسيفيك انثالبي او ايكاد التشنج في الانترنال انرجي ما هو الانتجريشن للسي بي او السي في في حاله الانترنال انرجي. فاول حاجه لازم اجد العلاقه، اجد المعادله اللي هي فانكشن في الاي تمبريتشر واعمل انتجريشن عادي. يبقى احنا هنا اخذنا طريقه ان ايجاد التشنج في الانثالبي او ايجاد التشنج في الانترنال انرجي باستخدام سي بي او السي في. طبعا احنا هنا بنتكلم عن الايه الايديال كاس. هنا بيقول لي ان الريال جازز ابروش ايديال جاز بيهيفير ات لو بريشرز. طبعا الكلام ده معروف ان الريال جازز ات لو بريشر بنعتبرها ايديال جاز، وبالتالي السبيسيفيك هيتس بتاع الريال جازز هتعتمد اونلي على التمبريتشر زي الايديال جاز، والسبيسيفيك هيت اوف ريال جازز ات لو بريشر في الحاله دي بنسميها ايديال جاز سبيسيفيك هيتس، او ممكن نسميها زيرو بريشر سبيسيفيك هيتس على اساس ان هي فيري لو بريشر، هو بنرمز لها بالرمز CP0 وCV0. خلينا نشوف الدياجرام المهم ده اللي بيوضح لي العلاقة ما بين CP0 لديفرنت جازز مع التمبريتشر. هتشوف قد ايه CP بتتغير مع الايه التمبريتشر. طبعا احنا عارفين ان CP فانكشن في التمبريتشر، لكن هنا عايزين نعرف قد ايه. لو بصينا لبعض الجازز اللي هي تحت دي اللي هي الارجون الهيليوم النيون كريبتون، الجازز دي مونو اتوميك مش جزيئات مش موليكيولز. شايفين طبعا ان سي بي 0 ما بتعتمدش على التمبريتشر، الفاليوز بتاعتها ايه كونستانت. يبقى بالنسبه للجازز دي وانا بحسب التشنج في الانثالبي او التشنج في تيرنر انرجي هيبقى عندي سي بي كونستانت، تبقى بره الانتجريشن مش هعمل لها انتجريشن، يبقى لها فاليو قيمه واحده وثابته. يبقى التشنج في الانترنال انرجي او الانثالبي هيساوي السي بي اللي هو الكونستانت ده في الدي تي تمبريتشر تي 2 ماينس الاي تي 1. يبقى الموضوع هيكون سهل في المونو اتوميك جازز، لكن هنا في الجازز سواء كان زي الاير ميكتشر او الداي اتوميك او عندي هنا بولي اتوميك ثلاثه اهو، ابص الاقي ان السي بي بتتغير مع الايه تمبريتشر وليس ايه كونست. طيب نشوف الايه السؤال ده، هو بيقول لي كان وي اسيوم سي في اند سي بي ار كونستانت. هو هنا عايز يريح نفسه من عمليه الانتجريشن، مش عايز يكتب الايكويشن اللي هي بولينومال ايكويشن ويعمل انتجريشن. فهو بيقول لي هنا هل ممكن ان انا افترض ان السي بي والسي في كونستانت اخدها فاليو وما اعملش انتجريشن؟ هنقول له طيب لو انت بتتكلم في الجاز اللي هو مونو اتوميك هيبقى يس، ده يعتبر كونستانت ما بيأثرش في تمبريتشر، لكن لو بتتكلم في البولي اتوميك جازز ما اقدرش اخدها كونستانت. لاحظ الغرض من السؤال من ده، الغرض من السؤال ده ان هو عايز ما يستخدمش الايكويشن بتاع السي بي، ان هو عايز ما يستخدمش الايكويشن بتاع السي بي او السي في اللي هي فانكشن في التمبريتشر، هو عايز ياخد كونستانت وبالتالي ما يلجاش للعمليه الايه انتجريشن. طيب احنا قلنا في المونو اتوميك ممكن نعمل الكلام ده، طيب في البولي اتوميك نعمل ايه عشان ما نعملش انتجريشن؟ نعمل ايه علشان ما نعملش انتجريشن مع البولي اتوميك؟ نبص مثلا في لاين زي الاير، هل ينفع اخد سي في كونستانت بالنسبه للاير؟ طبعا مش هينفع زي ما قلنا، لكن ممكن اقسم الكيرف ده لاكتر من ريجون، بمعنى ان انا اقسم مثلا هنا في الريجون دي
كده. وهنا يبقى عندي هنا ادي تي ادي تمبريتشر وادي ايه تمبريتشر. الاحظ كده ان في الريجن دي ممكن نقول السي بي كونستانت، فاقدر انا في الريجن دي احط بس قيمه واحده استخدمها لو انا المساله بتاعتي في الرينج بتاع الايه التمبريتشر ده. فطب القيمه دي اخدها ازاي؟ اخد الافرج بتاع التو تمبريتشر دولت، وبالتالي هتكون هنا مثلا الافرج بتاع التو تمبريتشر، واحط هنا قيمه للسي بي واشوف قيمه الايه السي بي. طيب ادخل تاني في ريجون تاني اللي هي مثلا دي، ابص الاقي ما بين التمبريتشر دي والتمبريتشر دي، ممكن اخد الجزء من اللاين ده كونستانت، وطبعا اجيب الافرج تمبريتشر، يبقى هنا ادي الريجون الثانيه اجيب الافرج تمبريتشر والسي بي اجي واخد القيمه بتاعتها. يبقى انا عندي هنا كده سي بي 1 وعندي هنا سي بي 2. السي بي 1 دي استخدمها لو البروبلم بتاعتي في الرينج ده من تمبريتشر، والسي بي 2 دي استخدمها في حاله لو البروبلم بتاعتي في الرينج ده من تمبريتشر. نفس الكلام ممكن اخد برضو اقسم برضو الريجن دي يعتبر كونستانت وهكذا، الريجن دي كونستانت مع دي وهكذا، وهيبقى عندي هنا هنا في افريج فاليو للسي بي، وعندي هنا يبقى في افريج فاليو للسي بي وافريج فاليو هنا للسي بي. يبقى هاخد اكتر من قيمه كونستانت للسي بي ات افريج تمبريتشر مختلفه، ويبقى عندي هنا تيبل واشوف البروبلم بتاعتي في انهي رينج في التمبريتشر، واشوف اختار الكونستانت بتاع الايه اختار السي بي اللي هي تقع في الرينج بتاع التمبريتشر ده. يبقى انا في الحاله دي مش هضطر هعمل انتجريشن، لكن هيبقى عندي حاجه اللي اسمها سي بي افريج، والافرج ده هيبقى راجع للافرج بتاع التمبريتشر اللي انا ايه هختاره. فمثلا زي هنا بيقول طريقه، اول طريقه ان انا زي الطريقه اللي انا قلتها دي، ان انا هستخدم السي في والسي بي از كونستانت از افرج تمبريتشر. يبقى التشنج في الانرجي او التشنج في الانثالبي طبعا ده التو ايكويشن هم، مش هعمل بقى انتجريشن، لكن السي في هتبقى السي افرج، والسي افرج دي هاخدها من التيبل هتكون مناسبه للتي 2 ماينس الايه التي 1. هجيب الافرج للتي 1 والتي 2 واشوف في التيبل اذا كان لها قيمه للسي افرج ولا لا. نفس الكلام في الايه السي بي. انا عندي هنا التيبل اللي هو A2 في التكست بوك الثاني، انا عندي هنا التيبل اللي هو A2 ديني سي بي وسي في افريج لديفرنت جازز. عندي هنا الاير كربون دايوكسيد كربون مونوكسيد هيدروجين نيتروجين ادي اكسجين، ومديني هنا ديفرنت بريشر 250 300 350 لغايه 1000. عندي هنا قيم سي بي والسي في ات ديفرنت بريشر، ده اللي يعتبر سي بي افريج والسي في افريج. لكن طبعا لو انا عندي تيبل للمونواتوميك جازز هيبقى عندي بس قيمه واحده بس للسي بي والسي في، لكن هنا عندي ديفرنت تمبريتشر اقدر اخد السي بي او السي في التمبريتشر مناسبه للبروبلم بتاعتي. زي ما قلنا ادي السي في افريج مثلا هتلاقي اللي هي تبقى مثلا عباره عن السي في اللي هي تمبريتشر 2 بلس السي في تمبريتشر 1 على 2 اللي هي الافريج. يبقى انا كده السي في افريج اللي هي عباره عن السي في ات التي افريج، التي افريج اللي هي T2 plus T1 على 2 سواء كانت للريجن اللي هي متاخده للجاز دي الديفرنت تمبريتشر، او انا في البروبلم اشوف التمبريتشر بتاع ستيت 1 والستيت 2 واقسمها على الاثنين واشوف الافريج تمبريتشر اللي في البروبلم دي هيبقى لها قيمه هنا في التيبل ولا ايه لا. الطريقة الثانية ان بعض الاحيان في بعض الجازز لو مش متقاس سي بي او سي في at different temperature اللي هي الافرج تمبريتشر، اقدر استخدم الفاليو at room temperature اللي هي 300 كلفن اير ارجون لبعض الجازز، وادي سي بي وادي ايه السي في. لكن طبعا يعتبر احسن ادق طريقه ان انا استخدم الايكويشن، تاني حاجه استخدم الايه الافريج، ودي تالت حاجه في حاله ان الجازس اللي انا استخدمها ليس لها قيم افريج ات ديفرنت تمبريتشر. هنا في اكزامبل على استخدام السبيسيفيك هيت لايديال جاز. هنا بيقول لي 2 كيلوغرامز اوف اير ايديال جاز ار هيتد فروم 300 تو 500 كلفن، فايند ذا تشينج ان انثالبي باي اسيومينج. طيب البروبلم دي لو اخدناها في المحاضرات اللي هي على الثيرمودينامكس تيبلز والبروبرتيز هتكون انفورميشن هنا ناقصه، لان انا مثلا اول ستيت 300 كلفن ودي تاني ستيت فيها معطى واحد برضو اللي هو 500 كلفن، يديني التمبريتشر بس ومديني الماس.
واحنا قلنا عشان نعمل اول ديفاين للستيت 1 انا عايز تو بروبرتيز انتنسيف اندبندنت بروبرتيز عشان اقدر احدد الايه الستيت اللي هي الاولانيه. لكن انا المعلومه اللي عندي الوحيده اللي هي التمبريتشر، وبالتالي باستخدام المعلومات اللي هي القديمه بتاع الثيرموداينامك تيبل اللي هي بتاع ستيت بوستوليت مش هقدر اعمل ديفاين، مش هقدر احل الايه البروبلم دي. لكن لما خدنا بقى السبيسيفيك كيس اوف ايديال جاز وعرفنا ان في الايديال جاز اللي هو بيبقى فانكشن بس في التمبريتشر، فاحنا عندنا تيبل فانكشن بس في التمبريتشر، وبعد كده الكولوم اللي بعده سبيسيفيك انترنال انرجي وسبيسيفيك انثالبي، لان التو بروبرتيز دول ما بيعتمدوش الا على التمبريتشر، لا يعتمدوا على البريشر ولا السبيسيفيك فوليوم، ولكن يعتمدوا فقط على التمبريتشر في حاله الايديال ايه جاز. ده موجود في التيبل اي 17 هنبينه قدام. فهنا بيقول لي find the change in enthalpy by assuming، هو عايز يجد الانثالبي بالاربع طرق دول: استخدام الامبيريكال سبيسيفيك هيت داتا فروم تيبل اي تو سي، ده التيبل اللي فيه الايكويشن بتاع السبيسيفيك هيت اللي هي فانكشن في التمبريتشر، ان انا هعمل انتجريشن واقدر اجيب قيمه السبيسيفيك هيت. الاير تيبلز فروم تيبل اي 17، وده التيبل اللي هو فيه الثيرموداينامك داتا اللي هو الثيرموداينامك تيبل اللي هو كان فانكشن بس في التمبريتشر للايديال جاز، وبعد كده في الانثالبي والانترنال انرجي والانتروبي. الطريقه الثالثه ان انا هستخدم السبيسيفيك هيت at the average temperature from table A to B، هنا هستخدم الـ average temperature method. الطريقة الرابعة ان انا هستخدم بقى الـ specific heat اللي هي في table A to A اللي هو at room temperature. نشوف الـ change في الانثالبي باستخدام اول طريقة اللي هي الـ empirical specific heat data from table A to C. طبعا هنلاقي احنا في التيبل زي ما شفنا في اول المحاضرة دي اللي هي الـ CP، طبعا في التيبل بمولر specific heat، او هنروح للديتا بتاع الاير وهنحط الكونستانت دي الـ A والـ B والـ C والـ D للـ constant للاير، طبعا دي موجودة في التيبل. بقى ده بقى الـ T2 T3، ده البرونوميال ايكويشن اللي هي الثيرد اوردر اللي احنا اتكلمنا عنها. هندخلها بقى في الانتجريشن. يبقى انا عندي كده طبعا هنحسب هنا بمولر هيت انثالبي، هنحسب هنا بالمولر انثالبي، وبعد كده نحولها للانثالبي العاديه اللي احنا نقسم على مولر ماس بتاع الاير وتتحول لانثالبي ايه عاديه. يبقى انا كده انتجريشن من التي 1 اللي التي 2 سي بي فانكشن في التي دي تي. هنحط الايكويشن، طبعا انا حاطط هنا قيم الكونستانت زي ما شفنا في السلايد اللي فاتت، وادي التمبريتشر، وبعد كده اعمل انتجريشن زي ما عملنا، حطينا تي تي 2 تي 3 طبعا على 3 تي 4 على 4 والتمبريتشر او الستيت 300 تاني ستيت اللي هي 500، فهنعوض هنا عن التي 500 ناقص 300 عن قيم التي، هيديني النتيجه في الاخر اللي هي 5909.49 كيلو جول على الكيلو مول. علشان نجيب التشنج في الانثالبي يبقى هنقسم المولر طلبي على المولر ماس، هيديني القيمه دي. فطبعا ده سبيسيفيك انثالبي اللي هي 203.9، علشان اجيب تشنج في الانثالبي يبقى هضرب في الماس اللي هو مديهولي اللي هو ال 2 كيلوغرام، هضرب بقى في السبيسيفيك انثالبي، يبقى النتيجه النهائيه للدلتا اتش اللي هي 407.98 من 10 كيلو جول. الطريقه اللي بعد كده اللي هو باستخدام التيبل اللي هو الثيرموداينامك تيبل للاير اللي هي عند درجه حراره 300 اي ودرجه 500 بيديني الانثالبي، وهنا الانثالبي يبقى عندي هنا قيم الانثالبي عادي من التيبل، ومجرد بس ان انا اطرحهم من بعض. لكن لاحظ هنا دي سبيسيفيك انثالبي، يبقى هضطر ان انا هضرب في الماس، هيبقى هيديني هنا الايه الرقم. فطبعا من الطريقه دي طبعا ايه استخدام الثيرموداينامك تيبلز بيسهل عليا كتير من غير انتجريشن. خدت القيم وطرحت القيم وضربت في الايه في الماس، هنلاقي قيمه الدلتا اتش قريبه جدا هنا 405.66 بالطريقه الاولانيه 407.98، فرق يعتبر ناثينج. نروح بقى للطريقه الثالثه اللي هو قال استخدم الافريج تمبريتشر. الافريج تمبريتشر هي 300 بلس 500 على 2، دي الافريج تمبريتشر اللي هي ستيت 1 وستيت 2 هيساوي 400 كلفن. هروح للثيرموداينامك تيبل اللي هو فيه الافريج تمبريتشر اللي هي السي بي 1.13 من 1000. نروح نشوفه كده اللي هي تمبريتشر 400.
هنا اهي بالنسبة للاير اهي عندي 400 في 400 اللي هي 1.13 من ايه من 1000. ده بالنسبة للاير، ادي القيمة اللي هي 1.13 من 1000. طيب يبقى هنعوض بقى في التشنج في الانثالبي اتش 2 ماينس الاتش 1 اللي هي تساوي السي بي افريج اللي احنا جبناها اللي هي 1.13 من 1000، التي 2 ماينس التي 1 اللي هي 500 ناقص 300 هتساوي 202.6. هنبدا بقى نضربها في الماس عشان نجيب التشنج، والقيمه برضو قريبه جدا للقيم الايه اللي فاتت. طبعا الطريقه دي تعتبر برضو طريقه سهله بالنسبه لاول طريقه اللي هي الانتجريشن. يبقى احنا كده في الحاله دي الافرج تمبريتشر برضو جابت لي قيمه قريبه جدا للايه للطرب الثيرموديناميك تيبل او الانتجريشن. نشوف بقى اخر حاجه اللي هي استخدام الروم تمبريتشر اللي هي 300 كلفن. هنستخدم برضو التيبل، التيبل ده فيه الداتا بتاع الروم تمبريتشر اللي شفناها قبل كده. نرجع الاير عند 300، ادي الاير وادي درجة حرارة 300 اللي هي 1.5 من 1000، اي 1.5 من 1000 كيلو جول على كيلو جرام في كلفن. طبعا دي بسيطة خالص، هنشيل بس قيمة السي بي ككونستانت ونحط الايه القيمة. هيبقى هنا والقيمة اللي هي 1.5 من 1000 في 500 ناقص 300 هيساوي 201، هنضرب في 2 كيلو جرام هيدينا 402. طبعا كل ده قريب للنتيجه. بقى احنا كده في المثال ده بالنسبه للايديال جاز هو مديني بس اول ستيت وثاني ستيت، ومديني تمبريتشر يعني 1 بروبرتي هنا 1 بروبرتي هنا. من المحاضره دي قدرنا نحسب التشنج في الانثالبي، وبنفس الكلام نقدر نحسب التشنج اوف انترنال انرجي باربع طرق. لكن قبل ما ناخد السبيسيفيك هيت كان طبعا الموضوع صعب، محتاج انفورميشن تانية another properties تانية. بالانفورميشن اللي موجودة في المحاضرة دي نقدر نحسب الانترنال انرجي والانثالبي تشينجز لايديال جاز بثلاث طرق بحيث ان هم يدوا نتيجة افضل واكيوريت. اول طريقة طبعا استخدام الثيرموديناميك تيبل. من الثيرموديناميك تيبل دايركت اقدر اجيب specific internal energy هيساوي U2 minus U1 from table direct، او التشنج في السبيسيفيك انثالبي اللي هي الاتش 2 ماينس الاتش 1 دايركت ايزي. الطريقه الثانيه عشان احسب الدلتا يو او الانثالبي ان انا استخدم السي في او السي بي. السي في لو انا عايز احسب انترنال انرجي، السي بي لو انا عايز احسب الانثالبي. طبعا هيفضل طبعا عشان اشوف عشان احصل على نتيجه اكيوريت ان انا استخدم الانتجريشن، ان انا استخدم الايكويشن اللي هي فيها السي في او السي بي لو انا عايز الانثالبي واعمل ايه انتجريشن للايكويشن. الطريقه الثالثه اللي تديني نتيجه كويسه ان انا استخدم السي افريج، سواء كان السي في افريج للانترنال انرجي او السي بي افريج لصلبي. اما استخدام الروم تمبريتشر فهتدي نتائج بعيده، لكن في المثال اللي فات ادي نتائج قريبه لان انا التمبريتشر قريبه للروم تمبريتشر. لكن لو انا البروبلم بتاعتي في تمبريتشر عاليه فبالتالي هتكون النتيجه مش كويسه. فانا اقدر احسب التشنج في الانترنال انرجي اور انثالبي بثلاث الطرق دول: ثيرموديناميك تيبل، ان انا اعمل الانتجريشن السي والسي في والسي بي، او استخدم الافريج سبيسيفيك هيت. هنا عايزين نشوف العلاقه ما بين السي بي والسي في لايديال جاز، لان بعض البروبلمز ممكن يبقى مديني السي في ومش مديني السي بي، فاقدر اجيب السي بي من السي في او الايه العكس. فاحنا خلينا نشوف هل في علاقه ما بين الاثنين دول. طيب لو احنا بصينا عشان نجد العلاقه ما بين الاثنين دولت، السي في عباره عن تشنج في الانترنال انرجي، السي بي عباره عن تشنج في الانثالبي. ايه الايكويشن اللي هي ممكن تشمل الاثنين الانثالبي والانترنال انرجي؟ طبعا اللي هي الانثالبي هتساوي الانترنال انرجي بلس بي في. يبقى نبدا بالايكويشن دي، نعمل ديفرنشال للايكويشن دي. يبقى انا عندي كده دي اتش هتساوي دي يو بلس دي بي في. طيب انا هنا الايكويشن دي للايديال جاز، فانا ممكن اشيل هنا البي في واعوض عنها بالار تي. الار طبعا اللي هي الجاز كونستانت وليست اليونيفرسال جاز كونستانت، لان انا هنا عندي السبيسيفيك فوليوم. وطالما ان انا دلوقتي بستخدم العلاقه دي للايديال جاز، فانا اقدر اشيل الدي اتش واحط السي بي دي تي، واشيل الدي يو واحط السي في دي تي، والار عندي كونستانت فتطلع بره الايه الديفرنشال. يبقى الايكويشن بالايه بالشكل ده. يبقى انا استخدمت الديفرنشال اصلا في الاساس علشان اصل للعلاقه دي اللي هي هتبقى علاقه بالسي بي والسي في. طيب هقسم على الدي تي، هيبقى عندي هنا سي بي هتساوي سي في بلس الجاز كونستانت. يبقى انا عندي
العلاقة ما بين السي في والسي بي لجاز هي ما هي إلا السي بي ناقص السي في هيساوي الار كونستانت. طبعا احنا عارفين ان السي بي اكبر من السي في. طيب في بعض العلاقات بنلاقيها برضو في التكست بوك اللي هي السبيسيفيك هيت ريشيو ممكن بالرمز ك او بالرمز جاما في بعض التكست بوك. الريشيو اللي هي عباره عن السي بي على السي في اللي هي بتساوي الكونستانت في بعض التكست بوك او بعض التيبلز بيديك الكي او الجاما اللي هي السي بي على السي في ودي برضو موجوده في التيبلز اللي احنا عرضناها من شويه. في بعض العلاقات الثانيه اللي هي تساوي بقى السي بي هنا انا مدخل الار كونستانت وانت ممكن تشتق العلاقات دي باستخدام السي بي ماينس السي في يساوي الار هيبقى هنا السي بي هيساوي الكي في الار على الكي ماينس 1 يبقى ده بيشمل السي بي والار والكي برضو انا عندي السي في هيساوي الار على الكي ماينس 1 العلاقات دي ممكن استخدمها لو هو مديني انفورميشن مثلا زي الار والكي اقدر اجيب السي في او الاي السي بي او باستخدام الاي ريشيو اللي هي الكي. هنا نتكلم عن السبيسيفيك هيتس اوف ليكويدز اند سوليد الاثنين هتعامل معاهم تعامل واحد الاثنين بيعتبروا انكومبريسبل سبستانس معنى ان الفوليوم بتاعهم ما بيتغيرش ديورينج ذا بروسيس او تغيير في الفوليوم بيكون فيري فيري سمول فانا اقول ان الفوليوم ثابت ديورينج بروسيس. طبعا احنا عارفين ان احنا ممكن نعمل كومبريشن اور اكسبانشن ورك في حاله الجهاز لكن في حاله السوليد والليكويد cannot do work we cannot do a compression or expansion work on an incompressible substance زي ما قلنا. ليه؟ لان الفوليوم بتاع الليكويد والسوليد does not change during the process. هنا ايضا الانترنال انرجي بتاع الانكمبريسبل سبستانس اللي هي السوليد والليكويد هيعتبر فانكشن في التمبريتشر الون لانه اصبح دلوقتي مش هيكون فانكشن في الايه الفوليوم. فهنستخدم ايضا العلاقه اللي هي بتاع الانثالبي اللي هي ال H هيساوي U plus PV خد الديفرنشال زي ما عملنا في الايديال جاز يبقى DH هيساوي DU plus DPV. هنا ما اقدرش اشيل البي في واحط ار تي لانه مش ايديال جاز ده ليكويد وسوليد انكمبريسبل سبستانس. طب الديفرنشال ده يتفك ازاي؟ بيتفك ان مره البي هتبقى كونستانت هيبقى بي دي في بلس في دي بي بالشكل ده يبقى دي اتش هيساوي دي يو بلس بي دي في بلس في دي بي. طيب احنا قلنا ان السبستانس دي الدي في ما بتتغيرش الفوليوم عندي ما بيتغيرش يبقى الجزء ده ممكن هيبقى يكنسل هيساوي صفر. طيب بالنسبة للفي دي بي انا عندي الفي دي التغير فيها بيكون فيري فيري سمول احنا قلنا almost constant فبالتالي لما يكون الرقم ده صغير واضربه في الدي بي فقيمة الترم ده هيكون اصغر بكتير من الدي يو فاقدر انا اعمل اكنسل الترم ده وفي الحالة دي هيبقى عندي دي اتش هيساوي الدي يو تقريبا. لو انا قسمت على الدي تي هيكون عندي السبيسيفيك هيت ات كونستنت بريشر هيساوي السبيسيفيك هيت ات كونستنت فوليوم سميهم سي. يبقى كده ان انا احط رمز في او بي ملهوش معنى فخلي السبيسيفيك هيت للليكويد والسوليد بالرمز اي سي. هنا بعض السبيسيفيك هيتس لليكويدز وميتالز فعندي هنا ادي التيبلز اللي هو ده عندي هنا ليكويد امونيا وبعض هنا السولفنت ادي السبيسيفيك هيت ومسميها هنا سي بي طبعا بس احنا عارفين ان سي في سي بي واحده اللي هي السي وعندي هنا ديفرنت تمبريتشر وفاليوز للسبيسيفيك هيت على ديفرنت تمبريتشر لبعض الايه السبستنس. فسوي لي مثال هنا الووتر مدي السبيسيفيك هيت للووتر من 0 لغايه 100 وتقريبا السبيسيفيك هيت هنا كونستانت 422 418 19 422 فهنا سهل ان لو انا استخدمت السي ات روم تمبريتشر هتديني نتائج كويسة. وبرضو هنا في الليكويد والسوليد ممكن استخدم السي افريج هنا سبيسيفيك هيت لبعض السوليدز الومنيوم كوبر اير وهنا بعض السبيسيفيك هيت للفود يبقى برضو في السبيسيفيك هيت العلاقة برضو استخدمها اللي هي التشنج في الانترنال انرجي اور تشنج في الانثالبي هيساوي السي في الدلتا تي. وبكده يبقى خلصنا المحاضرة دي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.